لك الو يا سيد، ولك الو يا عمي الو. لوينك؟ ولك لا خلو بعلبك، ولا خلو جنوب، ولا خلو محل القتله بالدزينات. وين وين بدك تقعدن؟ عجر وناص واوهن من بيت العنكبوت، وبتوسع من وسع شكلن هن، وسع انت ضيق، ولا حرف ولا بزمة على أجر ونص. لا أنت على أجر بلا النص. وين اللي بده يضرب وبده يقاتل، والمدني بالمدني، وسنفعل ونقصف و و و قد لا تعرفوا بس قديشه كذاب. حاش تكذبوا على العالم. قال حاطين مستودعات الغذائية تبع تعاونية السجاد بجرود طرية بالجارد. مين عم يطلع يتسوق بالجارد؟ لك يا سيد، المواد الغذائية ضلت نهارين تتفجر بالجارد، الطحين والسكر والمالح والمعكرونة عم تتفجر بالجارد. غير لحين هالعالم تضحكوا عليها وبتبيع وبتاجر وبتدم هاللبنانيين. ليكم ل1701 صاير إرادة دولية، لبنان ما بقى يرجع لورا، في تطبيق للقرار رح يصير. خلص جنوب ممنوع يكون في سلاح الملالي، نقطة على السطر. لا أنا عم أقول ولا حدا عم بيقول. اليوم كل العالم بالمجتمع الدولي الذي يحكم العالم هو اللي عم بيقرر. الإيراني تبعكم سكين جراي بقى، اسمعوني، سلموا أسلحات مثل الشاطرين والعقولين للجيش اللبناني لنوقف كلنا ورا. ما بدكم مثل الشاطرين، رح تاكلوا السحسوح ورا السحسوح وتسلموهم بالصرماية. شوفوا السنوار وتعلموا منه شو صار فيه، وما تجروا لبنان لمعركة مع العدو الإسرائيلي لتحرقوها كلها. لأنه انتبهوا، إذا عملتوا هيك والله لا تنضربوا بشلحيط مثل ما رح ينضربوا جامعة غزة قريباً.